السيد الوالد ينقل هذه القضية يقول كان هنالك أحد علمائنا الشيخ آغا بزرق الطهراني رحمة الله تعالى عليه هذا الرجل حقيقة خدم أهل البيت خدمة قل أن يكون لها نظير فهنيئا له الوالد حفظه الله كان يقول أنا كنت أشوفه في الليل الكل كانوا ينامون كان يسهر ويكتب كتابه الذريعة إلى تصانيف الشيعة لا تشوف هذا الكتاب هذا الجهد عظيم وراء كل كلمة من هذا الكتاب يقول سألت الشيخ هل رأيت الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، رأيت رؤية الإمام الحجة صلوات الله عليه مو فقط مطلوبة لذاتها، مطلوبة لذاتها أولاً، ومطلوبة لأنها تدل على كمال نفس هذا الإنسان، مو كل واحد يشوف الإمام الحجة صلوات الله عليه، أنت شفت الإمام الحجة؟ فأطرق برأسه الشيخ أبو زرق لحظات أخذ يفكر قال أنه شخص أعرف أنه الإمام الحجة له عندما أراه أعرف أنه هو الإمام لا ولكن رأيت شخصا خارقا للعادة لعله هو الإمام الحجة ولعله شخص من قبل الإمام الحجة صلوات الله عليه يقول في أيام شبابي أصابني مرض عضال جدا شديد راجعت الأطباء في كربلاء في النجف في بغداد في إيران في كل مكان ولم أجد علاجا لذلك المرض وهذا المرض كان مرضا قاتلا أنا تعبت من نفسي والكل تعبوا مني حتى زوجة الإنسان إذا امتد مرض الإنسان، زوجته تتعب منه أولادهم يتعبون منه، نعوذ بالله من أن يصبح الإنسان أسير الفراش وأسير الآخرين، هذا يقدر في هذه الليلة في هذه الليلة في ليلة القدر تقدر كل هذه الأمور كنت متعب، مرهق، تعبت من الحياة فتوسلت بالامام الحجة المنتظر لانه هو ولينا وهو صاحبنا. لاحظ ليالي القدر، التقدير ثلاث ليالي ليلتان ترتبطان بعلي امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ليله ليله ضربته وليله ليله وفاته. والليلة الثالثة والعشرين كما يظهر من كثير من الروايات ترتبط بالإمام الحُجّة. التقدير مرتبط بهم صلوات الله عليهم. توسلت به إلى الله سبحانه وتعالى كثيراً وانقطعت إلى الله. في يوم من الأيام كنت جالس في البيت في مكان ولا أحد هنالك والباب كان مفتوحا رأيت شخصا يدخل في هذا المكان جاء الشخص وسلم علي وقال لي عبد المحسن اسم الشيخ أغا زرق عبد المحسن عبد المحسن قلت نعم قال لي شبيك يقول قلت كما ترى أنا مصاب بهذا المرض وأي علاج ماكو فقال لي مو مهم اخرج حفنه نبات اعطاني وقال لي كل واحده من هذه النباتات ثم خرج يقول انا ما متوجه ما ملتفت اخذت قطعه صغيره من النبات ووضعتها في فمي بمجرد ما وضعتها في فمي احسست بحالي تتغير نعم بكلمه واحده خزائن الله بين الكاف والنون وهؤلاء اوعيه مشية الله سبحانه وتعالى الله بكلمه يغير ويمحو اسم الانسان من ديوان الاشقياء ويسجله في ديوان السعداء. احسست بالقوه قمت من مكاني كانت امامي مراه، وجهي كان مصفر متغير على اثر طول المرض. نظرت في المراه واذا وجهي قد عاد الى حالته الاولى. ركضت برا ماكو احد. اسال كل شخص يمر من هنالك الدكاكين الموجوده هل رايتم شخصا يدخل ويخرج؟ يقولون لا ما شفنا شخص ماكو هنالك شخص وبقيت هذه القطعات قطعات النبات عندي كل واحد من عائلتنا كان يتمرض كنت اعطيه قطعه من هذا النبات فكان يشفى باذن الله <applause>